أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه مراقبة السيولة بشكل متكرر أكثر في مصارف منطقة اليورو للحد من مخاطر الأزمات المالية في المستقبل. وقال أندريا رئيس مجلس الإشراف الاحترازي، وهو هيئة البنك المركزي الأوروبي للإشراف على المصارف في أوروبا، أنهم طلبوا من البنوك اعتبارا من سبتمبر المقبل إرسال معلومات إلى الهيئة بشكل أسبوعي بهدف الحصول على بيانات أكثر بما يسمح للهيئة بالإشراف على تطورات السيولة بشكل أفضل. وتترقب الأسواق العالمية قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة متخصصة بالتحكم وأخذ القرارات بالسياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تعقد اللجنة الفيدرالية اجتماعا يومي 26 و27 الشهر الجاري لدراسة تثبيت أو رفع أسعار الفائدة. كان البنك الفيدرالي قد قرر في اجتماعه الأخير في شهر يونيو الماضي تثبيت معدلات الفائدة بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع معدلات الاقتراض بهدف تخفيف التضخم الذي وصل لمستويات قياسية. ودفع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة أغلب البريطانيين للتخلي عن تمضية العطلات على الشاطئ والاكتفاء بإجازات أقصر داخل المدن هذا الصيف في سبيل توفير المال. كشفت إحدى الوكالات العالمية للسفر عبر الإنترنت عن زيادة حجوزات العطلات المدن لشهر أغسطس بمقدار الثلث مقارنة بالفترة نفسها لعام 2022، حيث تعتبر زيارات المدن هي الاختيار الأرخص والأوفر لدى البريطانيين. وتعاني إسبانيا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وموجة جفاف شديدة، حيث ارتفعت أسعار زيت الزيتون والبطيخ والفواكه والحبوب وكذا الحليب بحسب ما نقلته أبرز الصحف الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن قلة الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة كان له تأثير مباشر على إمدادات وجودة المنتجات التي تصل إلى الثلاجات والمستوصفات، لافتة إلى أن التغيرات المناخية تترك بصماتها على الزراعة والثروة الحيوانية وبالتالي المستهلك النهائي. مشاهدينا، انتهت هذه النشرة الاقتصادية، أما الآن أعود وإياكم إلى زملائي في استوديو هذا الصباح باسم وسمر لاستكمال باقي فقرات البرنامج.